بإذن الله، يعني ماشي خطوات واحدة واحدة وإن شاء الله أفضل يعني. إن شاء الله تقوم بألف سلامة، وكل جمهور مستنيك، وأنت دايماً أسطورة النادي الأهلي، وكمان كل جماهير مصر بيحبوك ومستنيك. آخر حاجة بقى رسالة لكل جماهير النادي الأهلي اللي هم دايماً مستنيين يطمنوا عليك. طبعاً أقول لهم وحشوني كل جماهير. ما هي حقيقة وفاة مؤمن زكريا بسبب مرضه الخطير؟ أول تعليق من أحمد شوبير على حالة مؤمن زكريا. السلام عليكم. لطفاً قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. ما هي حقيقة وفاة مؤمن زكريا بسبب مرضه الخطير؟ أصيب لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك نتيجة إصابته بمرض التصلب الضموري في العضلات، حيث يعاني منه منذ عدة سنوات. ونشرت زوجته صورة لمؤمن زكريا وهو في المستشفى بعد الوعكة الصحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مرض مؤمن زكريا. ما هو مرض مؤمن زكريا؟ التصلب الجانبي الضموري أو ALS هو مرض عصبي تدريجي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يتسبب في فقدان السيطرة على العضلات. غالباً ما يطلق على ALS اسم مرض لو جيرد، على اسم لاعب البيسبول الذي تم تشخيص إصابته به. لا يعرف الأطباء عادة سبب حدوث المرض، بعض الحالات موروثة. أول تعليق من أحمد شوبير على حالة مؤمن زكريا. لا يوجد ألم بشكل عام في المراحل المبكرة من المرض، والألم غير شائع في المراحل المتأخرة. لا يؤثر التصلب الجانبي الضموري عادة على التحكم في المثانة أو على حواسك. يؤثر على الخلايا العصبية التي تتحكم في حركات العضلات الإرادية مثل المشي والكلام، الخلايا العصبية الحركية. تمتد الخلايا العصبية الحركية من الدماغ إلى النخاع الشوكي إلى العضلات في جميع أنحاء الجسم. 5-10% من الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري ورثوه. في معظم الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري العائلي يكون لدى أطفالهم فرصة 50-50 للإصابة بالمرض. مرض مؤمن زكريا، أسباب وخطورة التصلب الجانبي الضموري. وكشف الطبيب والكاتب الصحفي المصري خالد منتصر إن اللاعب مصاب بأحد مرضين. الأول التصلب الجانبي الضموري، وهو المرض الذي أصيب به العالم الفيزيائي الإنجليزي الشهير ستيفن هوكينج. أما المرض الثاني فهو التصلب فيما تتطابق أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري مع بعض ما يشكو منه اللاعب من تلعثم في الكلام وعدم القدرة على بذل مجهود بدني. وقد بدأت قصة مرض مؤمن زكريا بعد أن أعير لنادي أحد السعوديين في شهر يناير 2019، وكان وقتها لا يشارك باستمرار في صفوف الأهلي المصري. أمريكا تكشف سبب معاناة مؤمن زكريا، سفر الأهلي لإفريقيا سر المرض. كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مرض مؤمن زكريا، المهاجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وتابع تصريحاته: لا أحد في مجلس إدارة الأهلي أو في فريق الكرة يعلم بسفري إلى أمريكا. واستمر: أنا أرى أنني لم ألقى الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدمت به النادي الأهلي، ولا ضموري، حيث يعاني من ارتعاشات عضلية وضعف في الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المرض يؤثر على التحكم في العضلات الضرورية للحركة والكلام، وله تأثير على الخلايا العصبية التي تتحكم في حركات العضلات الإرادية والخلايا العصبية المعتمدة. مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين في الأهلي. قرر النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا نجم الفريق الأسبق مساعدا لوليد سليمان مدير قطاع الناشئين في النادي خلال الفترة المقبلة. حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.
انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة. وترددت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأخيرة بوفاة مؤمن زكريا، وهو ما كذبته زوجته. يعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضي، وبدأت معاناة قصة مؤمن زكريا من المرض أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعوديين في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم. بالصور حقيقة وفاة مؤمن زكريا، مرض مؤمن زكريا، ويكيبيديا. تصدر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق محركات البحث في جوجل بعد أن ظهر مساء أمس الاثنين مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة دي إم سي الفضائية، وتحدث زكريا عن آخر تطورات حالته الصحية. لم يعرف الأطباء لهذه اللحظة أسباب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهذا المرض موروث من 5% إلى 10% من الناس، والسبب غير معروف. وقالت زوجة مؤمن زكريا ريهام الشيمي أنها وزوجها سافرا 3 مرات إلى أمريكا وألمانيا وإنجلترا لمعرفة التشخيص النهائي لمرضه، وأضافت حتى الآن لا يعرف أحد المرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا، ولكن هناك اشتباه في إصابتي بمرض أمس وننتظر العلاج لهذا المرض. وتحدث شيكابالا مؤمن بحب أغاني محمد منير وكان لاعب كبير جدا، وعندما رحل مؤمن عن الزمالك وانضم للأهلي لم أغضب منه على الإطلاق، والعلاقات الشخصية ملهاش أي علاقة بالشغل، وكان نفسنا مؤمن يكمل معانا. حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي. انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة. ما هو سبب انتشار شائعة وفاة مؤمن زكريا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.